رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية ومسجدات الوضع اليمني. النائب عثمان مجلي في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ اقتصاد اليمن. النائب عثمان مجلي يلتقي وزير الخارجية الكويتي وممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا. اللواء البحسني يزور الجندي محمد بن شملان في إحدى مستشفيات مدينة جدة. وكيل المحافظة للشؤون الفنية يترأس اجتماعا لفتح مظاريف عدد من المشاريع بساحل حضرموت. السيدات والسادة، نرحب بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة عاد، ومن عناوينها إلى التفاصيل. أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايجن للبحث في مسجدات الوضع اليمني ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وأشاد الرئيس بالموقف الأمريكي الداعم للمجلس والحكومة والشعب اليمني، بما في ذلك التعهدات الأمريكية الأخيرة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، كما أشاد بدور البحرية الأمريكية والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين في اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية الإرهابية وشبكات العنف المدعومة من النظام الإيراني ومشروع التخريب في المنطقة. وتطرق اللقاء أيضا إلى مسجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتوافق عليها والمبادرة السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. دعا نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخطوطها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي أفرزتها حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا. جاء ذلك في كلمة اليمن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بالعاصمة القطرية الدوحة. وأشار مجلي إلى أن اليمن تعيش أوضاع استثنائية نتيجة الحرب الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بتمويل من النظام الإيراني. وثمن مجلي الجهود الإغاثية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسائر الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وأكد أن أولى الأولويات الملحة تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، لافتا إلى أن الضعف التمويل يشكل تحديا كبيرا أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني. التقى نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي ممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم سوبخ لمناقشة اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وتلقى مجلي رسالة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر مبعوثه الخاص للرئيس رشاد العليمي ونواب المجلس، تتعلق بالأحداث الدائرة في أوكرانيا والحرص على دعم الدول الأقل نموا والأكثر عرضة لشحات الموارد. وخلال اللقاء أكد مجلي على دعم اليمن لجهود السلام والمبادرات الدولية لإنهاء الحرب وتجنيب الشعب الأوكراني ويلات ومعاناة الحرب الدائرة في أوكرانيا. واستعرض مجلي ممارسات الحوثي الإرهابية منوها إلى ضرورة تنسيق المواقف للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. بدوره أكد مبعوث الرئيس الأوكراني حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك وحرص القيادة الأوكرانية على دعم الدول الأقل نمواً، مشيرا إلى العلاقات الأوكرانية اليمنية المنعكسة في عدة أوجه. ثمن نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي دور دولة الكويت الشقيقة على الصعيد السياسي والإنساني والتنموي في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة. وأشار مجلي إلى موقف الكويت الصادق والداعم للشعب اليمني ومحاولات القيادة الكويتية الحكيمة وسعيها الجاد لتحقيق السلام في اليمن من خلال تبني مشاورات الكويت لليمنيين في إبريل 2016، والذي أفشلها الحوثي بعد 100 يوم من المشاورات والعمل السياسي والمناقشات الجادة،
نزولا عند رغبة داعميهم في طهران. وقال مجلي إن الكويت لها بصمات إنسانية وتنموية كبيرة وبارزة في عدد من المدن ومحافظات الجمهورية، ومشاريع تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه جدد وزير الخارجية الكويتي التأكيد على وقوف بلاده قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن واليمنيين، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب. زار نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي الأرضية المخصصة لمقر السفارة اليمنية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة القطرية الدوحة، ووجه مجلي أبيل بيدن في إعداد الخطط اللازمة للبناء بما يضمن التحاق سفارة بلادنا بالعمل من المكان المخصص لها في المجمع الذي يضم عدد من السفارات العربية والأجنبية، مشيرا على أهمية أن تكون ملائمة لمسار الأعمال الحديثة في البناء بحيث يشمل كافة مكاتب السفارة والقنصلية بما يعزز أداء الكادر الدبلوماسي ويسهل المعاملات لأبناء الجالية والزوار القادمين من الخارج. يطمئن نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني على الوضع الصحي للجندي محمد عيضة بن شملان بعد نجاح عملية استئصال ورم في إحدى مستشفيات مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وخلال الزيارة أبدى اللواء البحسني استعداده تقديم الدعم اللازم في سبيل صحة الجندي بن شملان حتى يتماثل للشفاء، مجددا حرص المجلس الرئاسي واهتمامه بحماة الوطن إيمانا من المجلس بدورهم الوطني في سبيل حفظ الأمن والاستقرار. واصلت هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة عدن اجتماعها العام برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وبحضور نوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي رجاء والقاضي أكرم العاملي بمشاركة 37 عضوا من قوام الهيئة. وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها لليوم الثاني على التوالي المواجهات العامة لخطة عمل الهيئة وفقا ومهامها في إعلان نقل السلطة. وقرر المجتمعون أن تقوم رئاسة الهيئة وفقا للمقترحات المقدمة بوضع مسودة لمواجهات عمل الهيئة وأخرى لهياكل اللجان الدائمة حيث سيتم التواصل مع الجميع لإثرائها ومن ثم إقرارها بعد التوافق عليها في أقرب وقت. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعليم لجمهورية الهند الصديقة الدكتور راج كومار سينغ على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأتمنى بن مبارك دعم الحكومة الهندية ومواقفها في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى مساندتها الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمي، مشيرا إلى ما خلفه الانقلاب الحوثي من أزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية. من جانبه أشاد وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا أن الحكومة الهندية لن تتوارى عن مساندة اليمن على تجاوز تداعيات أزمة الحالية وخاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، ومجددا موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي وللاستقرار وأمن اليمن. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعبادي في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود ستيفانو مانسير فيسي التعاون الحكومي مع الصندوق في نهجه الشامل لمنع ومكافحة التطرف والإرهاب. وأكد الوزير بادي الحرص على العمل المشترك مع الصندوق العالمي من خلال العمل على توجيه المبادرات والمساعدات الطارئة والإنمائية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية خصوصا الاهتمام بمجال التعليم للأطفال. كما أشار بادي إلى حرص وزارة التخطيط على العمل مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المحلية لمعالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى زيادة التطرف والعنف مع التركيز على العديد من الأنشطة التي تطور نهج أدوات المشاركة وبناء بنية تحتية للتعاون والتنسيق بين الوكالات وإنشاء آلية استشارية للشباب لمنع ومكافحة التطرف.
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي خلال الجلسة النقاشية التي رأسها بعنوان تمويل المياه والمناخ في اليمن التحديات والفرص المحتملة ضمن فعاليات أسبوع المياه العربي السادس المنعقد في العاصمة الأردنية عمان أن اليمن تعاني حاليا من محدودية الحيز المالي المتوفر للإنفاق العام وما يقوض قدرته على تخصيص أموال للبرامج الاستثمارية في قطاع المياه والعمل المناخي أو حتى الحفاظ على استقرار إمدادات المياه في الكثير من مناطق البلاد. فيما أشار وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات المياه المحلية لتحقيق الاستقرار في إمدادات المياه بالمدن الحضرية إلى جانب الضغوطات الناجمة عن النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية بسبب موجات النزوح وأثار الحرب على قدرات وأصول المؤسسات. من جانبه أكد أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه المهندس خلدون الخشمان أن واقع المياه في اليمن يحتاج للمزيد من تعزيز التعاون وبناء شراكات فاعلة لتنفيذ مشاريع تنمية مائية لمواجهة التحديات المائية لليمن في ظل التقلبات المناخية وتراجع قدرات مرافق المياه في اليمن منذ بدء الحرب. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمها الفريق الوطني للخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس التي عقدت بعدن أن الوزارة تولي للمرأة اهتماما كبيرا وأولوية خاصة وتسعى للنهوض بواقع المرأة وتمكينها. وأوضح الزعوري أن تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالخطة الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والأمن وتطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 في عامها الثاني يعد إنجازا كبيرا خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن مثمنا دور المملكة النرويجية بدعم الأنشطة والفعاليات الأولية لهذه الخطة. وطالب المجتمع الدولي بإدانة عمليات الانتهاك الممنهج والتعسف لميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة عدن المرحلة الثانية من برنامج المرونة الصحية المتكاملة بتنفيذ من مؤسسة يابان للتنمية الصحية وبتمويل من الحكومة الألمانية. وأشاد وزير الصحة بالتجربة الناجحة لمؤسسة يمان وتدخلاتها المبنية على الاحتياجات داعيا جميع المنظمات الدولية الأخرى لاقتداء بها كمؤسسة محلية تنفذ برامجها وتدخلاتها بكفاءة عالية. بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس في العاصمة الأردنية عمان مع سفير الاتحاد الأوروبي جبرائيل مونيرا دعم الجهود الاقتصادية والتنموية في العاصمة عدن. واستعرض لملس دور السلطة المحلية في عدن لتطوير وتحسين الأداء ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في المجال التنموي بالإضافة إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية لتمكين ميناء عدن بشكل خاص من الوصول إلى جودة الأداء والخدمات. كما تطرق لملس إلى التطورات والمزيدات فيما يتعلق بالأعمال التي تجريها السلطة المحلية في سبيل تأمين خدمات البنية التحتية والمشاريع التنموية وتثبيت الأمن، لافتا إلى أن السلطة المحلية تطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجانب الاقتصادي وتقديم الخدمات والمشاريع المستدامة لضمان تحقيق الاستقرار وتطبيع الأوضاع. ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي حرص بلاده على دعم وإسناد جهود المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في عدن من خلال الاطلاع على مختلف التحديات التي تواجهها وجوانب الدعم الاقتصادي الممكن تقديمه للعاصمة عدن. التقى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي في العاصمة عدن وفدا من خبراء الأسلحة التابع للأمم المتحدة وبرئاسة خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قدرعي الجوبيلة. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بتهريب الأسلحة المضبوطة والتي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية وسبل وطرق نقل هذه القضايا للمحكمة والتعامل معها وفقا للقانون اليمني. بحث وفد اليمن المشارك في برنامج إعادة الإعمار مع النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي نواكي أوندو ومسؤولي الوكالة تطوير الشراكة الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية وإعادة الإعمار. وتطرق نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصيب إلى نتائج مشاركة اليمن في برنامج إعادة الإعمار وضرورة التعاون والعمل سويا نحو آفاق مستقبلية
مستدامة واستمرار التنسيق والعمل في مجالات البنية التحتية والتأهيل، لافتا إلى أهمية إعادة فتح مكتب جايكا في العاصمة عدن. من جانبه أكد المسؤول الياباني حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات مع اليمن والمساهمة في مساعي إحلال السلام والاستقرار من خلال توسيع مشاريع الإعمار والتأهيل والتدريب لعكس التجربة اليابانية الرائدة في اليمن. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيغ اجتماعا ضم أعضاء لجنة فتح المضارب بساحل حضرموت وفق جلستها المحددة في إعلام مناقصات عدد من المشاريع بالمحافظة وبحضور أعضاء اللجنة والمتناقصين المفوضين بالحضور رسميا. ويأتي ذلك بتكليف من محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وتشمل المشاريع مشروع توريد مواد عاجلة لصيانة شبكات المياه بمدينة المكلا ومشروع توريد 10 مضخات ربط الآبار الجديدة في حقول المياه ومشروع توريد محركات غاطسة وقطع غيار لتشغيل مضخات الآبار. وفي الاجتماع المنعقد قامت اللجنة بفتح مضاريف كل مناقصة على حدة وتدوين كل ما تحتويه من وثائق في محضر جلسة فتح المضاريف، حيث تم بعد ذلك تحويل جميع الوثائق والمستندات إلى لجنة التحليل والتقييم. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح بالمكلا سفير جمهورية إندونيسيا غير المقيم لدى بلادنا السيد المهندس محمد إرزان جوهان والوفد المرافق له بحضور مدير عام مكتب الخارجية بحضرموت السفير سالم بالفقيه. وبحث اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى وجه الخصوص سبل تعزيز وتطوير العلاقات مع محافظة حضرموت في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية وآليات تنميتها في مختلف المجالات، مرحبا بالاستثمارات الإندونيسية في حضرموت إلى جانب مناقشة أوضاع الطلاب الإندونيسيين الدارسين في المحافظة. وأكد السفير الإندونيسي على موقف بلاده الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن وتطلع إندونيسيا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص مع محافظة حضرموت التي ترتبط بعلاقات خاصة مع جمهورية إندونيسيا. ناقش اجتماع غدته لجنة المناقصات بمديرية الشحر برئاسة مدير عام المديرية عادل أحمد بعكاب المدير العام مشاريع الخطة الاستثمارية للعام 2023. وأقر الاجتماع تحديد يوم 20 من مارس لإعلام مناقصات المشاريع، كما أحيلت عدد من المشاريع إلى اللجنة الفنية لمراجعة دراستها. دشن المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ومعه وكيل محافظة حضرموت الشيخ سالم بن شرمان وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس معرض الشهر الكريم بمدينة سيون تحت شعار التوازن الاقتصادي في البلاد بين القطاعين العام والخاص. وسيستمر المعرض حتى نهاية شهر شعبان مقدما عروضا من المؤسسات الاقتصادية والشركات والمؤسسات التجارية للمواد الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ومنافسة. اختتم في معسكر الأدواس التابع للقيادة والسيطرة بالمنطقة العسكرية الثانية الدورة التدريبية التخصصية للرماية على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بالذخيرة الحية من مختلف أنواعها لضباط ومنتسبي معسكر الأدواس بهدف رفع كفاءتهم القتالية على هذه الأسلحة. واستمرت الدورة النوعية لمدة أسبوعين بمشاركة 60 من أفراد ومنتسبي قوات حماية الأدواس. وتأتي الدورة التدريبية التخصصية ضمن خطط رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى قيادات ومنتسبي قوات النخبة الحضرمية بإشراف مباشر من قيادة القيادة والسيطرة المتمثلة في العميد فيصل بادبيس. عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت اجتماعها الدوري الأول لشهر مهرس برئاسة رئيس الهيئة العميد الركن سعيد المحمدي. وثمن المحمدي موقف أبناء شعب الجنوب الرافض لأي انتقاص من حقه في استعادة دولته وتمسكه بحقه المشروع واستعداده لمقاومة أي تسويف أو التفاف من قبل النخبة اليمنية. وعبر المحمدي عن تضامن انتقال حضرموت مع العميد الركن عامر بن حطيان النهدي مشيرا إلى أن تقديمه لاستقالته من رئاسة أركان المنطقة العسكرية الأولى مثل موقفا مشرفا، وقدم مرة أخرى دليلا على الطبيعة الاحتلالية لتلك المنطقة
داعيا أبناء المحافظة إلى تكثيف فعالياتهم ومساندة إخوانهم في وادي حضرموت في حراكهم المناهض والرافض لوجود تلك القوات. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والتقارير المدرجة في جدول أعماله، من بينها تقرير مقدم من الإدارة الثقافية استعرض فيه مدير الإدارة عبد الله سعيد باوزير الأنشطة التي نفذتها الإدارة خلال العام المنصرم. ناقش رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت العميد سعيد المحمدي خلال استقباله نائب رئيس الهيئة المساعدة للمجلس بالوادي كرامة بن الصقير الكثيري مزيدات الأوضاع في وادي حضرموت. وتناول اللقاء تداعيات حالة الاحتقان التي يعيشها الوادي منذ فترة طويلة بسبب وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى وأثار استقالة العميد الركن عامر بن حطيان النهدي من منصب أركان المنطقة جراء الاختلالات الإدارية والمالية والولايات الحزبية. وعبر المحمدي وكرامة عن تضامن أبناء حضرموت مع القائد بن حطيان وضرورة تكثيف الفعاليات الاحتجاجية المطالبة برحيل تلك القوات واستبدالها بقوات من أبناء المحافظة، كما حذر اللقاء من ظاهرة النزوح غير المبررة في ظل محاولات لتغيير التركيبة السكانية في مناطق الوادي، مطالبا السلطة المحلية بالقيام بواجبها بحصر النازحين تصديا للمخاطر الأمنية الناجمة عن الظاهرة. التقى محافظ سقطرى المهندس رافت الثقلي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الأخ فيصل الثعلبي والوفد المرافق معه الذي يزور المحافظة في مهمة عمل. واستعرض اللقاء برنامج الزيارة الذي يشمل الاطلاع على وضع فرع الهيئة العامة بالأرخبيل والمشاريع البيئية وعقد ورشة عمل حول خطة تقسيم الجزيرة. وتطرق اللقاء حول الجهود المشتركة بين السلطة المحلية والهيئة لحماية التنوع الحيوي بالأرخبيل وتبني مشاريع تسهم في الحماية من خطر الانقراض الذي يواجه الأنواع المستوطنة والنباتات النادرة في الجزيرة. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن برئاسة القاضي يحيى الشعيبي وحضور عضو النيابة عبد الله رصور وأمين السر عفاف محسن أحكاما بالإعدام في قضايا إرهابية. وقضى منطوق المحكمة خلال جلستها المعلنة الحكم بالإعدام حد وتعزيرا على متهمين اثنين وذلك لارتكابهما جريمة القتل في قضايا إرهاب داعش، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لثلاثة متهمين لمدة 10 سنوات لإشراك في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم داعش. كما أصدرت المحكمة حكما قضى منطوقه بإدانة متهم آخر بما نسب إليه في قرار الاتهام والحكم عليه بالإعدام حدا وتعزيرا، إضافة إلى إدانة متهم آخر بالاشتراك في عصابة مسلحة بمعاقبته بالمدة التي قضاها في الحبس. إلى ذلك أصدرت المحكمة حكما بحبس متهم آخر لمدة 7 سنوات وذلك لانتمائه لميليشيات الحوثي. باشرت الفرق الهندسية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وهي المنطقة الحرة بالعاصمة عدن النزول الميداني لمتابعة سير عمل تحديد حرم موقع مطار عدن المستقبلي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19/2021 بمساحة إجمالية تقدر ب 2770 هكتار بمنطقة رأس عمران بمديرية البريقة. وقامت الفرق الهندسية بإسقاط النقاط الخاصة بمعالم المطار واستكمال عملية الاستلام للموقع من قبل وزارة النقل. وأوضح الوكيل المساعد لقطاع سلامة الطيران الكابتن محمد مقبل أن فكرة إنشاء مطار عدن المستقبلي تأتي استنادا إلى الرفع المقدم من وزارة النقل لمجلس الوزراء للمصادقة عليه كمطار مستقبلي إلى جانب مطار عدن الدولي في إطار خطة الوزارة لتوسيع هذه المطارات والمنشآت التابعة للوزارة، مؤكدا أن المطار سيمثل إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالعاصمة عدن ويعزز من النهوض بالعملية التنموية والاقتصادية والاستثمارية لها. تصدت القوات المسلحة الجنوبية لهجومين حوثيين منفصلين في شمال الضالع. وأشار المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري أن كل من الهجومين استمر أكثر من ساعة ونصف، الأول باتجاه قضاء حبيل يحيى والثهوخب بما كانت المحاولة الهجومية الثانية باتجاه قطاع الجب. وأوضح جباري أن الميليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتمكنت وحدات القوات الجنوبية المرابطة في نقاط المواجهة من صد إلى الهجومين وإجبار الميليشيات على التراجع. وأكد جباري مصرع 9 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة أكثر من 16 آخرين في صفوفهم فيما ارتقى جنديين من أبطال القوات المسلحة الجنوبية وجرح 2 آخرين.
أعربت الخارجية الفرنسية في بيان لها عن قلقها إزاء الوضع الإنساني الخطير في اليمن بسبب استمرار الحرب منذ 8 سنوات وجرائم جماعة الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، وأعلنت عن تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب اليمني بمساهمة تقارب 23 مليون يورو أي 24 مليون دولار فاصل 58 مليون دولار في عام 2023. كما أكدت فرنسا أن وحدة الحل السياسي الشامل يمكنه أن يضع حدا لهذه الحرب والأزمة الإنسانية، ودعت فرنسا إلى الحفاظ على شروط المساعدات الإنسانية في اليمن التي تضررت بشدة، مشددة على ضرورة إنهاء القيود التي يفرضها الحوثيين على العاملين في الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. كما دعت فرنسا الحوثيين إلى احترام حقوق المرأة لا سيما العاملات في المجال الإنساني. أجرت سلطنة عمان مباحثات مع الجانب الياباني بشأن تطورات الأزمة في اليمن، وذكرت وسائل إعلام عمانية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني خليفة الحارثي استقبل المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان كاتسو يوشي هاياشي، واستعرضا الجانبين الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية لمساندة الوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ودول المنطقة الأمن والاستقرار. السيدات والسادة، نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية ومسجدات الوضع اليمني. النائب عثمان مجلي في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ اقتصاد اليمن. النائب عثمان مجلي يلتقي وزير الخارجية الكويتي وممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا. اللواء البحسني يزور الجندي محمد بن شملان في إحدى مستشفيات مدينة جدة. وكيل المحافظة للشؤون الفنية يترأس اجتماعا لفتح مظاريف عدد من المشاريع بساحل حضرموت. السيدات والسادة، نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.